يعني كان مأواهم المسجد، يناموا في المسجد يجي لهم يعني الصدقات يأكلون منها هم في المسجد. لكن الغني كان أكثر طاعة والفقير كان أكثر طاعة لله ورسوله، كان في انقياد عام. لكن احنا يعني دلوقتي بعض الناس فكر ان ماله هو اللي بيتكلم مش هو، فبصك ايه يعني لما تيجي تحكي معاه ما بده، خلاص اللي هو بده يمشي مشي على اي حال. حتى تيجي تقول له يعني هذا مخالف لامر الله لك، احنا بنعرف بس نعمل ايه، لازم الامور تمشي تمام. يعني واحد مثلا تبص تلاقيه مثلا قطع للرحم بتاعته، تجي له مين تجي له، طب ليه الزم اوامر الله؟ لان انت اذا كنت بحاجه الى ارحامك ويعني بأمس الحال هتتودد اليهم حتى ولو انت زعلان منهم، هتقرب منهم بحيث ان انت يرضوك باي شيء. لكن لما بيكون مثلا انسان ربنا بسطه الرزق فنفسه بتعرف ليه ازاي وهكذا. فالمسلم مطالب بطاعه الله ورسوله على جميع الاحوال، على جميع الأحوال وأحوال الظروف. ليه؟ لأن الطاعة، ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى قال إيه لما تكلم عن المهاجرين، قال إيه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى بيتحدث عن الفقراء، أولئك هم الصادقون، ما خرج لهذا الفقير إلا ليبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما بناء كان عن كان عبد عند أبو جهل كان بيعذب فيه ويقول له اكفر بمحمد وأنا خفف عنك العذاب، اكفر وهو يأبى، يأبى إلا الإيمان بالله وتوحيد الله. ويجر بلال في أضحاء مكة مقيد في رمالها الحارة على أحجارها ويؤذى إذا أنكره، ولكنه يظل على توحيده وإيمانه وطاعته بالله ورسوله. طيب واحد ده يعني غلبان ومسكين وعبد أسير حيتضرر، يعني من سهل أول أن هو يتخلى عن القضية، خلاص أنا حتقول لنفسي وجع رأسي، أنا ليه أعذب من أجل هذا الدين؟ ولكن ظل صامدا مؤمنا. ولذلك أعزه الله وأذل الله من كان يؤذيه. ربنا سبحانه وتعالى أعزه الله وأذله الله. شوف يعني أبو جهل كان يوما يقف على صدر بلال، يطلع فوق صدره كده هو مقيد ومبطوح ويقف فوق صدره تمام. وجاء اليوم الذي يوقف على صدر من أبو جهل، يطلع عليه عبد الله بن مسعود ويقف عليه